الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتحدث مع إخواننا وأخواتنا ونتوجه إليهم ببعض التوجيهات وببعض النصائح، ولا سيما فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالنساء. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى للمرأة حقها وقرر إنسانيتها من فوق سابع سماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالمرأة سواء كانت أما أو كانت أختا أو كانت زوجة أو كانت بنتا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لها منزلة كريمة، بخلاف ما كانت تصنعه الجاهلية في مجتمعها. كانوا يكرهون المرأة ويكرهون ولادتها، بل كانوا يدفنونها وهي حية حتى تموت تحت التراب، كما قال الله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهكذا كانت الحضارات السابقة، المرأة عندهم لا حقوق لها، في غاية الهوان، في غاية المذلة، بل إن من العادات عندهم عند الهنود وعند غيرهم أن المرأة تحرق جسدها على قرب من جسد زوجها إذا مات. وكذلك اليهود كانوا يلعنون المرأة ويعتقدون أنها لعنة، وهكذا النصارى، وكذلك كل الأمم السابقة، حتى جاء الإسلام هذا الدين العظيم الذي بدد هذه الكوابيس ورفع الظلم عن المرأة. وكانوا في الجاهلية يدفنونها وهي حية، كما قال الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي البنت، تدفن حية. فجعل الله لهذه المرأة العظيمة في الإسلام مكانة عظيمة ورفع عنها المظالم. قال الله في القرآن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك في الميراث أوصى الله عز وجل للنساء بحقوقهن، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في الصداق أمر الزوج بأن يعطيها حقها، وجعل المرأة راعية في بيت زوجها تأمر وتنهى، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن هذه النعم العظيمة على المرأة أن تتذكر هذا الماضي وأن تعرف عظمة الإسلام وكيف أنه أعطى لها هذه المكانة العظيمة، فلها حق الهجرة ولها حق النصرة. وحرم الله عز وجل أذيتها، كما قال الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل قال الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. وكم من الآيات والأحاديث والنصوص التي تبين مكانة هذا الدين العظيم.
حاول أعداء الإسلام أن يخرجوا المرأة وأن يضيعوها، وذلكم أرادوا أن تكون المرأة ممثلة أو مغنية أو مذيعة، فتكون سافرة فاتنة تفتن الرجال بصورتها وصوتها، حتى إن المجلات الخليعة لا تخلو من صور الفتيات العاريات، وكل ذلك أرادوا أن تكون المرأة سلعة حتى يروجون هذه السلعة في مجلاتهم وفي أسواقهم. فأرادوا من هذه المرأة التي أعزها الإسلام ورفع مكانتها، أرادوا أن يقضوا شهواتهم ونزغاتهم الشيطانية بهذه المرأة المسكينة، فجعلت كالسلعة الرخيصة، سلعة مكشوفة يراها الناس يتمتعون بجمالها ويصلون إليها، والإسلام حرم ذلك كله. ولهذا المرأة طلب منها الشرع أن تفعل خصال الفطرة وما يختص بها من قص الأظافر، وكذلك من النظافة والحسن في بيت أبيها في بيت زوجها، وطلب منها أيضا هناك أمور نهاها الشارع أن تفعلها. فمثلا ماذا يطلب من المرأة في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر؟ كل ذلك جاء به الإسلام وبينه وحدده، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالفاسقات، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالرجال، كل ذلك محرم ولا يجوز. وقد جاءت السنة ببيان صنفين من أهل النار لم يرهما النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الصنف الثاني كما في صحيح مسلم، وهن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. قال عليه الصلاة والسلام في حكم هؤلاء النسوة: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. ولما جاء العلماء يفسروا هذا الحديث العظيم وما فيه من الوعيد، قالوا أن المرأة المائلة المميلة هي التي تمتشط المشطة المائلة، مشطة البغايا. ولا شك أن هذا فيه التشبه بالنساء الكافرات، فتحذو المرأة حذو النساء الكافرات في شعورهن وفي كذلك ما يمتشطن به رؤوسهن، وهذا كله لا يجوز. كذلك المسلمة لا يجوز لها أن تحلق شعرها، إذا قصت يجوز لها القص، لكن بشرط عدم التشبه بالرجال ولا بالكافرات. ولا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة كما في الصحيحين. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي تعمل ذلك، وهذا لا يجوز لأن فيه غش وفيه تزوير. وهذا مثاله بلبس الباروكة المعروفة في هذه الأزمنة، تلبس شعرا مستعارا، هذا هو الوصل. ولهذا لما دخل معاوية المدينة كما في الصحيحين رضي الله عنه، قال وهو يخاطب أهل المدينة: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ وجد شيئا من الشعر، ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا، يعني تزوير وغش. وهذا هو المعروف في الباروكة، الشعر الصناعي الذي يشبه شعر الرأس. كذلك لا يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجبين أو أن تزيل بعضه بأي وسيلة من الوسائل، كأن تقص الحاجبين
أو أن تحلق أو أن تستعمل بعض المواد التي تزيل شعر الحاجبين، هذا معروف بالنمص، والنمص لا يجوز. لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو تزيل بعضه، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. هذا كله حرام لأنه من تغيير خلق الله، كما قال الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هنا إخبار عن الشيطان أنه سيأمر بني آدم بأن يغيروا خلق الله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. إذن هذا فيه لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب هذا النمص الذي اشتهر عند النساء. وفي الحديث نفسه: والمتفلجات للحسن، كذلك يحرم على المرأة أن تحسن أسنانها، تأتي بالمبرد وتبرد أسنانها وتتطلب في ذلك الحسن، فتفعل فتحات وفروج بين الأسنان وترغب أن تحسن أسنانها، فهذا لا يجوز. نعم، قد يجوز إذا كان هناك تشويه في الأسنان، فممكن أن يزال هذا التشويه بعملية أو بغيرها. أما أن تتطلب التفليج الذي هو التحسين من غير تشويه، فقد جاء النهي: لعن الله، وفيه: والمتفلجات للحسن. ثم ذكر العلة: المغيرات خلق الله عز وجل. في الحديث نفسه أيضا لعن الواشمات. الوشم هو يعمل في الجسم، تغرز المرأة إبرة ثم تحشو هذا المكان من جلدها بالكحل أو بالمداد أو بشيء من ذلك، كذلك هذا محرم وآفة من الآفات الخطيرة وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك. والعلماء يقولون إن من علامات الكبيرة اللعن. متى تعرف أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب؟ من العلامات والدلائل اللعن، إذا لعن صاحب هذا العمل. ولا بأس للمرأة أن تستخدم الخضاب وأن تصبغ شعرها. الخضاب مشروع، يستحب للمرأة لا سيما المتزوجة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء، وقد جاءت النصوص الكثيرة بذلك، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخضبن. أما صبغ الشعر فلا بأس به أيضا، لكن لا تصبغ بالسواد، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يصبغن بالسواد. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. كذلك من الآفات العظيمة التي تحصل هذه الأيام اختلاط النساء بالرجال، ولا شك أن هذا محرم في ديننا. ولو نظرنا في النصوص سنجد أن الشرع سد كل الأسباب والأبواب التي تفضي إلى الاختلاط، وأمر بالمباعدة بين الرجال والنساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال أن يدخلوا على النساء، وحرم على الرجال أن يختلوا بالنساء، وحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، وحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة النظرة التي هي متعمدة، النظرة الثانية، أما الأولى التي هي بلا قصد فهو معذور. وكذلك حرم على الرجال أن يدخلوا على النساء ولو كان يظن أنه قريب من هذه المرأة كأخ الزوج. وكذلك حرم على الرجل أن يمس المرأة، حتى المصافحة لا تجوز. وحرم كذلك على الرجل أن يتشبه بالمرأة، وحرم المرأة أن تتشبه، حرم على المرأة أن تتشبه بالرجل. ولهذا كانت المرأة
صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. لماذا؟ لأنها كلما كانت مستورة وبعيدة من الرجال كان هذا خير لها، كان هذا خيرا لها. ولهذا لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء أن يخرجن إلى المسجد لا بد من الشروط في الخروج، ليس كل امرأة تخرج كما شاءت، لا بد أن تؤمن الفتنة في خروجها، وألا يترتب على ذهابها وحضورها إلى المسجد شيء من المخالفات، وألا تزاحم الرجال في الطريق، وألا تخرج وهي متطيبة، لا بد أن تخرج وهي تفلة، معنى تفلة أي غير متطيبة، ويجب أن تخرج وهي متجلببة قد غطت جسدها ووجهها بجلباب واسع ليس ضيقا. هذه الشروط كلها أيضا لا بد من الإذن من وليها، كان زوجها أو كان أباها. ثم انظروا إذا وصلت إلى المسجد لا يجوز لها أن تختلط بالرجال وأن تصلي في صفوف الرجال، بل تكون في صفوف النساء خلف الرجال بعيدة عن الرجال. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. هذه الشروط وهي ستذهب لأداء العبادة في المسجد، فكيف بالمرأة التي تخرج إلى السوق وإلى الدنيا وتختلط بالرجال وتدخل الأسواق وتخاطبهم وكأنها رجل؟ لا يجوز. بل لو كانت في الصلاة وحصل أن الإمام أخطأ في صلاته لا يجوز لها أن تتكلم، بل عليها أن تصفق كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء ألا، أمر الرجال بأن يسبحوا وأمر النساء بالتصفيق. بل حتى عند خروجها من المسجد المرأة تخرج قبل الرجال، وعلى الرجال أن يتأخروا حتى ينصرفن النساء. كل هذه آداب علمنا الشرع حتى لا تحصل المفاسد الكبيرة من اختلاط الرجال بالنساء. ولهذا للأسف الآن من النساء من يختلطن بالرجال في الأعمال، فتذهب إلى عملها وهي بجانب رجل، تمكث معه الساعات الطويلة في غرفة قد تكون مغلقة وقد تكون غير مغلقة، وهذا يدخل وهذا يخرج، وهذا يكلمها وهذا ينظر إليها وهذا يضاحكها، كل ذلك باسم العمل والضرورة. هذا غلط، هذا لا يجوز. ولهذا انظروا إلى هذه الأدلة التي جاءت في كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فانظروا إلى هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى بوجوب غض البصر وبوجوب حفظ الفرج. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ فرجه من الفاحشة والزنا وأراد أن يغض بصره لا بد أن يجتنب الوسائل التي توصله إلى هذه المعاصي. واختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل وفي أماكن التعليم وكذلك في كثير من الأماكن التي يريدها الرجال والنساء، هذه من الوسائل التي يقع فيها هؤلاء ضحية للمعصية وضحية للفاحشة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ليأمر النساء، نساء المؤمنين ونساء كذلك نساؤه عليه الصلاة والسلام، يأمر نساءه وأزواجه بل وبناته بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، حتى يميز الله عز وجل المؤمنات عن نساء الجاهلية، فلا يحصل شيء من المرض في قلوب
من يراهن ولا يتعرض لهن أحد. ويقول الله عز وجل أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما معنى هذه الآية؟ الأمر بلزوم البيت والبقاء في البيت. فإذا كان هذا في أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات الصادقات المبرآت رضي الله عنهن فغيرهن من باب أولى، لأن هؤلاء النساء أمهات المؤمنين هم القدوة هم الأسوة لنساء الأمة. إذن الخطاب لهن ومن باب أولى للنساء كلهن. فها هي الشريعة وها هي النصوص جاءت تأمر المرأة بلزوم بيتها، فلا تخرج إلا لضرورة. لماذا؟ درءا للفتنة وصيانة لهذه المرأة حتى لا يتعرض لها المرضى ولا تتعرض للفتنة. فانظروا إلى قوله وقرن في بيوتكن، أمر بالقرار في البيوت سدا لباب الاختلاط وسدا لباب الفتنة. فالمرأة ليس لها إلا البيت تبقى فيه، تطيع زوجها وتربي أولادها وتصلي خمسها وتصوم شهرها وتؤدي حقوق زوجها، فتدخل الجنة بإذن الله. لأن المرأة إنما هي من زوجها كما قال عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك وناوك، كما عند أحمد في المسند. ولهذا قال الله وهو يتكلم أيضا عن أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن المقصودات بهذه الآية، يأمر الله المؤمنين أنه إذا أرادوا شيئا أو سألوا نساءه شيئا أن يسألوهم من وراء حجاب. والأمر بهذا السؤال من وراء حجاب يدل على ماذا؟ يدل على لزوم الحواجز بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء. ولهذا لما ذكر العلماء تحريم الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قالوا الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا. النهي عن القربان أبلغ في النهي عن الزنا، ما قال لا تزنوا قال ولا تقربوا. لماذا هذا التعبير أو هذا اللفظ؟ قال العلماء لأنه يشمل النهي عن جميع الدواعي وجميع المقدمات لهذا الزنا. فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهناك النظرة واللمسة والخلوة، كل هذه من مقدمات الزنا والعياذ بالله. فلا يصح عند العاقل ولا ينبغي للعاقل أن يشك أدنى شك في أن اختلاط النساء بالرجال من أعظم الأسباب والغايات التي توصل إلى انتشار الفاحشة وإلى انتشار الرذيلة. وللأسف هذا ما يحصل في كثير من الجامعات في بلاد الإسلام وفي غيرها، يحصل من الزنا والفواحش بسبب الاختلاط. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجاء في الحديث أشرنا أن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خير صفوف الرجال في الصلاة أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما أن خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. لماذا؟ هذا فيه بيان أنه كلما قرب الرجال من النساء وقربت النساء من الرجال حصل الشر، فجعل شر صفوف الرجال الأخيرة لأنها قريبة للنساء، وجعل شر صفوف النساء الأولى لأنها قريبة من الرجال. ولما بعدت المرأة وكانت في آخر الصفوف ابتعدت عن مخالطة الرجال، فكان صفها خير الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم
جعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، كما أن صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، كما عند أبي داود في سننه. والنصوص في ذلك كثيرة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حذر من دخول الرجال على النساء؟ قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنه: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت، الحمو الموت، والحمو هو أخ الزوج يدخل على زوجة أخيه، فجعله النبي عليه السلام كالموت لقربه من هذه المرأة، لأن أخاه متزوج لهذه المرأة فقد يكون قريبا منها يدخل ويخرج، فحذر من دخوله على المرأة وجعله كالموت في خطورته. ولهذا تضمن هذا الحديث أنه ماذا؟ لا يجوز الدخول على النساء، ويمنع الرجل من الدخول على النساء. فكيف بالمرأة التي تختلط بالرجال وتبقى الساعات الطويلة في غرفة مع الرجال، وقد تركب معهم في السيارات وتأتي وتذهب وتدخل؟ هذا الحديث فيه التحذير من ذلك، بل إنه لا يجوز الدخول ولو لم تحصل الخلوة، لأن هذا هو ظاهر الحديث: إياكم الدخول على النساء، فكيف بالبقاء معها والخلوة بها؟ وتأملوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الحم والموت، حتى تدركوا خطورة الاختلاط بين الرجال الأجانب وبين النساء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعظ النساء وذكرهن، جاء في الحديث حديث ابن عباس أنه خطب الرجال في عيد الأضحى، ثم خرج عليه الصلاة والسلام وأتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة رضي الله عنهن. هذا الحديث فيه دليل على أن النساء كنا بعيدين، كنا لسنا مختلطات بالرجال، بدليل الحديث نفسه قال: ثم أتى النساء، أي بعد أن خطب الرجال وانتهى من الرجال مشى وذهب إلى النساء. قال العلماء: هذا دليل على أن الرجال في جانب والنساء في جانب غير مختلطات، مع أنهن في صلاة، في صلاة العيد. هذه من الأدلة الكثيرة على الفصل بين الرجال والنساء في المساجد وفي المصليات، ومعروف أن المساجد والمصليات هي أفضل الأماكن وأطهر البقاع، فكيف بالعمل وبالتعليم؟ يجب أن نفصل بين الرجال والنساء. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد كما عند أبي داود، حصل أنه عند خروج الرجال خرجنا النساء، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ماذا قال للنساء؟ قال لهن: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني الأحقية ليست لكنا. فكانت المرأة تنصرف عن حافة الطريق وعن واجهة الطريق وتلتصق بالجدار كما جاء في الرواية، حتى إن المرأة ليلتصق ويتعلق ثوبها بالجدار، لأنها كانت تلتصق وتريد أن تبتعد من واجهة الطريق. لهذا قال: ليس لكنا أن تحققنا الطريق. إذن هذا في الطريق، وفي الخروج من المسجد ينهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء، مع أنه شيء عابر وسينتهي بعد يعني الشيء اليسير، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك ونهى عنه وقال للنساء: ليس لكن حق، أو ليس لكن أن تحققن الطريق. والأدلة في ذلك كثيرة تحرم الاختلاط، أي اختلاط الرجال بالنساء. فالمرأة العاقلة التي تعرف حق الزوج وتعرف أيضا قبل ذلك حق الشرع، هذه هي التي تبقى في بيتها وتقيم أسرة سعيدة صالحة
مستقيمة متماسكة تقوم هذه الأسرة على الطهارة وعلى العفة حتى تحفظ الأنساب وكذلك تصان الأعراض. والشريعة الإسلامية جاءت بهذا الأمر والأدلة في ذلك أيضا كثيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال العلماء ذروا ظاهر الإثم وباطنه أي اتركوا قليله وكثيره سره وعلانيته. ولما جاء العلماء يشرحون أيضا في الظاهر قالوا أيضا من معانيه الزنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فالتبرج والاختلاط وكذلك الضحك مع الأجانب والإغراء والتزين وكشف الوجه هذا كله من دواعي الزنا. فلا بد من سد هذه الأبواب التي توصل للفاحشة والعياذ بالله. فقد يقول قائل ما هي الوقاية التي تبعد المسلم والمسلمة عن ارتكاب هذه الأمور؟ قد أشرنا إلى بعضها، فحرم الله عز وجل التبرج وأمر بالحجاب، أمر بغض البصر، نهى عن الإثارة للغرائز، وقد ذكرنا الخطاب الذي جاء لأمهات المؤمنين، وأمر أيضا بالاحتجاب ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى المؤمنات إذا مشوا في الطريق أن يضربن بأرجلهن حتى تظهر صوت الخلاخل أو تظهر شيئا من الزينة، فيجب أن تستر زينتها، فإن تحركت بحركة لتظهر ما خفي من زينتها فدخلت في هذه الآية. كذلك لا يجوز لها أن تخرج وهي متعطرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة إذا استعطرت ومرت بأناس في مجلس فهي زانية كما عند الترمذي. فأنا أخاطب المسلمة وأحذرها من هذا كله، بل إنه كما أشرنا في الحديث أن الذي يقترب من هذه الأمور ما سد الذرائع، بل إنه حول الحمى ويوشك أن يرتع فيه. وهناك كما أشرنا أناس يدعون النساء إلى السفور ويدعون النساء إلى الخروج ويدعون النساء إلى الاختلاط لتحصل الفتنة بين الرجال والنساء. كذلك أوصي أخواتي بطلب العلم والاجتهاد في طلبه والحفظ لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. ما يعرف الشرك من التوحيد إلا بالعلم، ولا يعرف الحق من الباطل إلا بالعلم، ولا يستطيع أن يميز السنة من البدعة إلا بالعلم، وكذلك لا يستطيع أن يعبد ربه على بصيرة إلا بالعلم. وهذا لا يكون إلا بحضور الدروس وسماع الأشرطة وقراءة الكتب والذهاب والاجتماع عند الأخوات المستفيدات التي تعلمنا شيئا من الخير وشيئا من السنة. فلا بد من الحرص على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله. فالمرأة تتعلق بها أحكام كثيرة ولها أحكام خاصة بها ليست كأحكام الرجال، فتحتاج أنها تتعلم وتستفيد. هناك أحكام متعلقة بالرجال وبالنساء، وهناك أحكام خاصة بالنساء لا سيما فيما يتعلق بالحيض والاستحاضة والنفاس وأحكام اللباس والحجاب وأيضا ما يتعلق بالجنائز، كل ذلك ما يتعلق بالنكاح والطلاق. كل ذلك لا بد من المرأة أن تتعلم وتستفيد وتحفظ وتجتهد في سماع الفتاوى وتسأل أهل العلم وتقرأ أيضا في فتاوى العلماء وتكثر من القراءة في فتاوى العلماء.
كل هذا من الأسباب التي تجعل هذه المرأة تسير على بصيرة وعلى نور وعلى علم، لأن كثيرا من النساء يقعن في المخالفات ويقعن في المعاصي بسبب الجهل. لو علمت لتعلمت واستفادت ولتركت، وقد يحصل شيء من التهاون وشيء من كذلك المعاصي بسبب عدم سؤال أهل العلم، وقد يحصل شيء من المخالفات في عبادتها وفي صلاتها، وبل قد تقصر في حقوق زوجها، وكل ذلك بسبب الجهل. فالواجب على المرأة أن تتعلم حقوق الزوج، ما له وما عليه، وأن تحترم هذا الزوج، وتعلم أن الله عز وجل جعل له القوامة في بيته وبين أسرته وبين أولاده، فتعطيه هذه القوامة، وجنتها ونارها في زوجها. بل إن الله عز وجل، بل إن العلماء يقولون إن أوامر الزوج تقدم على أوامر الوالدين، لا سيما إذا كان زوجا صالحا يأمرها بما ينفعها في دينها وفي دنياها. إذن هذه بعض النصائح، والوقت قد بدأ يداهمنا، لكن أرى أننا نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهي نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني وأخواتي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.